دلوقتي يا حبايبي بقى هنكمل. شلنا القشره اهو بقى وبننضف بقى ايه السمكه دلوقتي. اهو جوزي بقى بيطلع منها ايه. ظبطناها بقى ما نلاقيش فيها جواها خاتم سليمان. طبعا فيها كمية بطاريخ وحاجات من دي اهي. هو بقى بيفتحها بقى دلوقتي. وتنظيفها صعب جدا بصراحة يعني. صعب جدا وعايز مكان. عايز ايه؟ عايز مكان واسع يعني. عايز مكان عشان كده احنا طلعنا فوق السطوح. طبعا عشان مفيش المطبخ مش ما يكفيش الحوض ابدا يستحملها يعني. فطلعنا بقى عشان يعرف يقطعها بقى براحته كده. طبعا مش عايزه اطول عليكم الفيديو بس انا كنت عايزه اوريكم طبعا التنظيف بتاعها طبعا والتقطيع بتاعها بيبقى صعب جدا. عايزه بقى مكان وعايزه يعني راجل اللي ينظفها بصراحه ما نقدرش عليها كست يعني جامده. بس هي بصراحه يعني تستاهل التعب لان بيبقى طعمها ما شاء الله جميل جدا جدا. فانا والله نفسي يا حبايبي كلكم تدوقوا منها وتجربوها. واي حاجه حلوه بحب اعملها بيبقى نفسي ان حبايبي كلهم يكونوا يشوفوها معايا ويبقوا مبسوطين معايا. واي حاجه حلوه بحب انها تكون انتوا تدوقوا منها وتاكلوها لان انتوا بصراحه يعني مشتركيني والناس اللي بتتفرج عليا يا رب اول مره يشتركوا معايا في القناه ويشرفوني خارج مصر وجوه مصر. وتكون فيديوهاتي خفيفه وحلوه وتعجبكم وتنور لرضا حضراتكم. فقال لي شوفني لاول مره يا ريت يشرفني بالاشتراك وما تنسوش اللايك والشير. وانا نفسي يعني قناتي تكبر بيكو وليكو وان شاء الله هتكبر بيكو وليكو وهتكون في تنول رضاكو. اهم حاجه تكون تنول رضاكو وتكونوا انتوا مبسوطين بكل الفيديوهات بتاعتي اللي بعملها. وان شاء الله ان شاء الله اي حاجه جديده واي حاجه كويسه مش هتاخر ان اعملها على طول. ايوه بص يا محمد احنا عايزينها قطع رفيعه عشان ايه لما تيجي تستوي تبقى براحتها يعني ما تبقاش تبقى مستوية على حق يعني براحتها خالص. فانت ترفع لي القطع يعني تبقى رقيقة. اهي كده بقى هي دهيت حبايبي. انا مش عايزه اطول عليكم بقى هيقطعها بقى قطع قطع بقى زي ترانشات كده صغيره. وبعد كده بقى هغسلها غسله كويسه طبعا بالليمون زي ما احنا متعودين والدقيق. انا بحط دقيق وليمون وبدعكها كويس وانقعها في الليمون
والكمون، بحط فلفل اسود عليها عشان الزفاره، وكل ده بيتنقع وبيتساب، وبعد كده بقى ان شاء الله بنحمرها. وتفضلوا معانا تاكلوا، والله انا وطول ابعتها لكل بيت في مشتركين وحبايبي واللي بيتفرجوا عليا ابعتها، واعمل معاها الرز والسلطه وكل حاجه، لانكم انتوا غاليين عندي والله يا حبيبي، يعني تعرفوش انا بحبكم قد ايه وبستمتع وانا بعمل فيديو معاكم. عرفيهم بقى، بصي دلوقتي ايه، ما تعملهاش ترنشات، تعمليها ايه، تقطعيها زي ما كانك بتشفي لحمه كده. يعني تاخدي النص الاولاني ده كده، شايفه؟ علي صوتك يا محمد. شايفه النص الاولاني هنا اهو، تقطعيش ترنشات كده عشان مش هيبقى معاكي حاجه جامده تقدري تقطعيها ترنشات. فتروح عاملاها نصين، واخده النص الاولاني مقطعاه يبقى زي حته اللحمه المشفيه كده، والنص الثاني والسلسول الظهري يترمى فوق. شايفه اهو، شايفه اهو، لو تاخدي النص اللي فوق اهو، كانك بتشفي ايه، لحمه كده. ايوه اهو، شايفه؟ وتتقطع بقى كده جزر بقى كده. طب انا هجيب الطبق بقى. طب كده انا هقفل بقى يا حبايبي، ما تنسوش الشير والاشتراك واللايك، واللي يشوفني لاول مره يا ريت يشرفني، خارج مصر وجوه مصر، وما تنسوش الاشتراك يا حبايبي، وتفضلوا معانا، متشكره قوي يا حبايبي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.